يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المفروضة؟ وإن كان الجواب نعم، فهل من نصيحة للإخوة الذين يعلمون أنه سنة لكن يقولون أن هذا ليس من المتعارف عليه في بلدنا وقد يسبب فتنة في المسجد؟ رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس يجهلون هذا في بلدكم فعلموهم وبينوا لهم، لا تجهروا على طول دون أن تعلموهم وتبينوا لهم من هذا السنة، لأن هذا يحدث فتنة. أما إذا علمتموهم وأقنعتموهم بذلك فلا أظن أنهم إن شاء الله سيمانعون. نعم.